بسم الله الرحمن الرحيم. في الريكورد ده ان شاء الله هنتكلم على الدايابيتس والسموكينج as a risk factors for medical disease. ده عنوان المحاضرة ان شاء الله. اول حاجة الدايابيتس. الدايابيتس في الاول في هو تقريبا الداتا هتكون من اللي هو التيتوريال اللي هو كان نازل لكم ده، هو لطيف يعني ظريف، ولو في حاجة زيادة ان شاء الله هقولها يعني. اول حاجه هو بيتكلم عن الاوبيزيتي، وبعدين هنتكلم عن السموكينج. الاوبيزيتي ده ستيت اوف انكريز اوف اديبوس تيشو، وبيفرق ان مش كل زياده في الوزن فهي اوبيزيتي، وازاي تفرق ما بينها والكلام العبيط ده مش مهم يعني. ماشي مهم الكلام ده، بس احنا عايزين ندخل في صلب الموضوع، يعني ان هو ممكن يبقى فيه اكيوميشن لفلويد مثلا، او بريجنانسي، او الماسل ماس مثلا. هو بيقول ان الفات سيلز دي اسينشال لستور الاكسس انرجي. ماشي ما علينا. عايزين بس نتكلم على الحاجات المهمة في الموضوع ده، اللي هو ايه اسباب الاوبيزيتي، وازاي اعمل دايجنوزيس للاوبيزيتي، وعلاقة الاوبيزيتي بفكرة اللي هي الكومبليكيشنز، يعني علاقتها بالامراض التانية كريسك فاكتور بقى، وعلاقتها في الاخر كده بكوفيد 19 اللي موجود دلوقتي، ربنا يرفع عنا البلاء يعني. فنبدأ اول حاجة باسباب الاوبيزيتي. اسباب الاوبيزيتي، قبل ما ابدأ واقول اسباب الاوبيزيتي، امتى اقول على حد اوبيز؟ لما البيز ده الميتابوليك ريت لو هي في ميل هتزيد عن 28، او لو ميل يزيد عن 30، ده حاجة ستاندرد كده. طب الكوزز ايه بتاعت الاوبيزيتي؟ في برايمري وفي سكندري. برايمري احنا عارفين يعني زي ما ملوش كوز او ملوش سبب معين، لو شلت السبب هي هي هيروح، ده رفلي كده في الطب عامة. سكندري يعني جاي ثانوي، يعني ظهوره شيء ثانوي لمرض تاني. ايه الامراض بقى اللي ممكن تعمل؟ طبعا البرايمري ده حاجة يعني الناس من الاخر اللي بياكل كتير، اللي هو زياده الكالوريك انتيك والاكسرسايز القليل، اللي هي سيدنتري لايف، يعني اللي هي حياتنا اللي بقت دلوقتي، مش بنتحرك، مش بنلعب رياضه، بناكل كتير وخلاص. السكندري بقى لا، ده ليه اسباب. لو السبب اتشال الاوبيزيتي دي هتروح، ملهاش علاقه بالهابتس ولا بالجينيتك فاكتور ولا الكلام ده كله. زي ايه بقى؟ في اندوكراينال كوزز، وفي دراجز، وفي ساتايتي سنتر لو حصل فيه مشكله، اللي هو مركز الشبع. نبدا باول حاجه اللي هي اخر حاجه دي، الساتايتي سنتر. هو الساتايتي سنتر ده فين اصلا؟ موجود في الهايبوثالاموس، في البرين، في الهايبوثالاموس. طب لو جه مثلا هايبوثالاميك تيومر او اي مشكله، انكفلايتس مثلا، جه في الهايبوثالاموس، جه اي مشكله بوظت الهايبوثالاموس، خلت الساتايتي سنتر ده فيه مشكله، هيعمل اوبيزيتي. فهو سكندري لميديكال ديزيز. ممكن دراجز، ممكن دراجز زي الكورتيزون، زي الاورال كونتراسبتيف بيلز. اندوكراينال، ممكن في مشاكل هرمونات لو حصل فيها مشاكل يحصل اوبازيتي، زي الهايبوثايرويديزم، الثايرويد هرمون مش بيطلع، او الكوشنج ده زيادة الكورتيزول. ما احنا لسه قايلين في الدراجز ان الكورتيزون بيعمل اوبازيتي. طبعا انتوا اخدين في الاندوكراين ان الاوبيزيتي بتاعت الكورتيزول اللي هي سنترال اوبيزيتي، اللي هي في الترانك والنيك، واللي هو المون فيس، اكيد خدتوا الكلام ده. وبيعمل كمان اوبيزيتي مين؟ الدايبيتس. احنا شرحنا في المحاضره بتاعت الدايبيتس ليه ممكن يحصل اوبيزيتي، عشان في كذا حاجه، في بوليفيجيا وبوليتيبسيا وكده. طب البوليفيجيا كان سببها ايه؟ كان سببها ان الساتايتي سنتر اللي موجود في البرين نفسه مش بيحتاج الانسولين عشان يستخدم الجلوكوز، انما الساتايتي سنتر اللي في البرين ده عشان يستخدم الجلوكوز ويدخل جوه الخلايا بتاعته فيبدا يشتغل، اللي هو الساتايتي سنتر ده بيحسسك بالشبع، لازم يبقى الانسولين موجود. الناس ما سمعتش المحاضره، الانسولين من ضمن الاكشن بتاعه ان هو بيدخل الجلوكوز جوه الخليه، فالساتايتي سنتر ده عشان يشتغل وتحس بالشبع لازم الجلوكوز اللي بره الخلية يدخل جواها. فلو مفيش انسولين ف
في الدايبيتس مفيش انسولين، في مشكله في الانسولين، فلو مفيش انسولين يبقى مفيش جلوكوز هيدخل، يبقى ساتايت السنتر مش هيشتغل، يبقى هتفضل تاكل. فدي برضو من ضمن الكوزز. يبقى الكوزز قلنا برايمري وسكندري. البرايمري زياده الكالوريك انتيك والسيدنتري لايف ونقص الاكسرسايز والكلام ده، ده البرايمري. السكندري في اندوكراينال كوزز اللي هو هايبوثايروديزم والكوشنج والدايبيتس، في دراجز زي الكورتيزون والاورال كونتراسيبتيف بيلز، في مشكله في الساتايتي سنتر زي الهايبوثالاميك تيومر والانكفالايتس. تمام، دي كده المشاكل. بعد كده بتكلم على الريليشن ما بين الاوبيزيتي والايه والميتابوليك سيندروم، برضو الكلام اللي احنا قلناه في الريكورد بتاع الدايبيتس اللي هو حوار الليبتين. الليبتين ده بيطلع، دي ماده بتطلع من الاديبوس تيشو، لما بتطلع كل يعني وهي موجوده في الاديبوس تيشو هتتفرز منه من الفات سيلز اللي فيه، كل ما الاديبوس تيشو هيزيد والفات سيلز هتزيد الليبتين دي هتزيد. طب في مشكله من الليبتين دي؟ الليبتين دي بتعمل فازو كونستريكشن وهي انتي انسولين. فازو كونستريكشن يعني تضايق البلاد فيزل، تعمل هايبرتنشن. طب انتي انسولين تعاكس الانسولين، فلما تعاكس الانسولين هتعمل ايه؟ دايابيتس. عشان كده بنربط العلاقه ما بين الدايابيتس والهايبرتنشن والاوبيزيتي مع بعض. تمام، في حاجه اسمها ميتابوليك سندروم وليه كرايتيريا معينه بدور عليها، وهي لطيفه يعني الكرايتيريا بتاعت الميتابوليك سندروم دي. بس دي كده الريليشن ما بينه وما بين الليبتين. طب نعمل دايجنوزس للاوبيزيتي ازاي؟ اول حاجه معروفه طبعا البودي ماس اندكس. البودي ماس اندكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن الويت بالكيلوغرام على الهايت بالمتر، بالمتر سكوير اللي هي متر بار 2 دي. ف الريليشن ما بينهم اللي هيطلع ده اسمه البودي ماس اندكس، مش عارفه اسمه بالعربي معامل، ما علينا ما علينا. البودي ماس اندكس ده بيتقسم لايه بقى؟ النورمال من 18 او من 18 من 18 ونص، سوري، من 18 ونص لحد 24.9، ده الهيلثي. طب لو حد اندر ويت هيبقى اقل من 18 ونص. طيب اللي اكتر بقى من 24.9 اللي هو من اول 25، من اول 25 لحد 30 مجازا يعني، ده بيبقى اسمه اوفر ويت، يعني عنده زياده في الوزن. نبدا بقى جريدنج للاوبيزيتي من عند 30، من 30 ل 35 ده جريد 1، جريد 2 من 35 ل 40. طب الاكتر من 40 ده كده جريد 3 او اللي هو الموربيد اوبيزيتي او اللي هو الاكستريم اوبيزيتي اللي فيه يعني ضرر كبير جدا. تمام، دي اول حاجه من الدايجنوز. كان يعني في حاجه لسه فيديو انا هرفعه لكم يعني لطيف، كان بيتكلم على فكره انتشار الاوبيزيتي دلوقتي في العالم وبتاعه، يعني عن امريكا وبتاع، فكان بيتكلم على الريشوز، الريشوز تخض يعني مش عارفه كام، 30% مش عارفه اكتر من 30% 30 اللي هي البودي ماس اندكس بتاعتهم البوبوليشن يعني، وفي باين لو انا فاكر الارقام صح، وبين 11% كان اكتر ما بيبقى البودي ماس اندكس بتاعهم اكتر من 40. فلا الارقام دي كبيره يعني كتير على البوبوليشن يعني. ماشي، دي اول حاجه هندايجنوز بيها اللي هي الايه، البودي ماس اندكس. تمام، تاني حاجه اسمها سكن فولد سيكنس، وتالت حاجه اسمها ميد ارم سيركمفرنس. دي حاجات بتتعمل في الاطفال اكتر، هتاخدوها اصلا يعني في الاطفال، اللي هو بنقيس السيكنس بتاع السكن اللي هي مدى سماكه الجلد يعني، مش مهمه الحاجات دي. في رابع حاجه بقى ودي هنتكلم عنها شويه، اسمها الويست هيب ريشيو او الويست سيركمفرنس مجازا يعني، بس هي الصح بتاعها ويست هيب ريشيو. ايه الويست هيب ريشيو دي بقى؟ دي الريشيو ما بين اللي هو الوسط للي هو للهيب، بتاخد السيركمفرنس المحيط بتاعهم كده وتقيس ما بينهم. هو النورمال كام؟ في الفيميل بيبقى الويست اصغر شويه فبيبقى 0.9. طب في الميل لا، المفروض ده يبقى قد ده اللي هو ايه، اللي هو ايه ده، ثانيه واحده، هو بس انا استغربت عشان في مشكله في الداتا، بس في حاجه غلط في الداتا، ان هو الويست هيب ريشيو دي مكتوب في الفيميل طبعا ان هي اكتر من 0.9 زي ما احنا قلنا، بس في الميل المفروض اكتر من 1 يعني ان الريشيو ما بينهم تبقى متساويه، فهي بس اكيد مش 0.1 عشان كده استغربت. تمام،
طب في حاجة، في بقى اوبيزيتي اللي هي حاجة اسمها اندرويد اوبيزيتي وجاينكويد اوبيزيتي، لازم تبقى عارفين الديفينيشنز دي. الاندرويد دي من اسمها اللي هو الميل، والجاينكويد دي اللي هي الفيميل النساء، يعني جاي منها كلمة جاينكولوجي اللي هو العلم النساء. يعني الاندرويد ده اللي هو بيبقى سنترال اوبيزيتي اكتر، اللي هو الويست هيب ريشيو بتبقى الويست اكبر. الجاينكويد لا، بتبقى بقى اللي هي الايه الهيب اكتر. وعلى فكرة الاندرويد بيخس بسهولة، بس الجاينكويد ده بيخس بصعوبة، عشان كده الفيميلز بتقعد طول النهار تعمل دايت، ويا ريته بيجيب فايدة. بس في بقى مشكلة، يعني ربنا بيدي حاجة ميزة هنا وميزة هنا، وعيب هنا وعيب هنا. العيب بتاع الاندرويد اوبيزيتي دي ان معاها الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز مش حلوة، يعني الكومبليكيشنز هنا بتزيد. يعني لو عنده سنترال اوبيزيتي، يعني لو واحد مثلا ايه اختار ان هو يجيله سنترال اوبيزيتي ولا جاينكويد دي، او اللي هو الاندرويد ولا جاينكويد، لا يبقى جاينكويد. ليه؟ الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز بتزيد مع الاندرويد. تمام. متكلم بقى في الداتا عن الكومبليكيشنز، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن الواحد يشوفها مع الاوبيزيتي. طبعا اول حاجه السايكولوجيكال، طبعا بيبقى عنده ايتينج ديس اوردر، مشاكل في ان هو تنظيم الاكل بتاعه، ممكن يبقى عنده ديبريشن، فهو سايكولوجيكالي مش بيبقى كويس. في طبعا بالمونري، حاجات على مستوى الشيست، عنده سليب ابنيا، عنده ازمه، عنده اكسرسايز انتوليرانس، كل الحاجات دي مشاكل بسبب ان الكومبلاينس بتاع الشيست مش بيبقى تمام، بسبب الفات اللي ضاغط على صدره. تمام. بلس ان هو طبعا سيدنتري لايف، فهو اصلا مش حد فت. يعني في رينال كومبليكيشن، جلوميرولو سكليروزس، ماشي، مشاكل في الجلوميرولاي، يعني مع الرينال دي هتبقى تدخلوها رينال يعني بالظبط. مشاكل ماسكولو سكليتال، طبعا ما هو محمل الوزن ده كله على الجوينتس دي. لو انتوا اكيد اخدتوا التركيب بتاعها، عباره عن مفصل، ايه المفصل عباره عن عظمتين قريبين من بعض كده، دول ده المفصل متحوطين بكبسولة، وفي فلويد كده او زي كارتليج بسيط كده، وفي فلويد حواليهم. فالضغط الجامد ده اصلا بيعمل زي تآكل في الكارتليج اللي ما بينهم، ويحصل حاجة اسمها اوستيو ارثرايتس اللي هو التهاب المفاصل. ماشي. بيحصل ايه تاني؟ كارديو فاسكولار مانيفستيشن بقى اللي احنا لسه قايلينها، اللي هو ديسليبيديميا وهايبرتنشن واندوكراين، اللي هو دايبيت تايب 2 دايبيتس، طبعا بيزيد النسبة بتاعته. ايوه، بيزيد الريسك بتاع الكانسر عامة مع فكرة الاوبيزيتي. الاوبيزيتي ريسك فاكتور مهم في كل الامراض. الديسليبيديميا دي اللي هو ال HDL اللي بيقل، ال HDL، انتوا عارفين ال HDL ده اللي مفيد، وال LDL ده مضر، ده والكورتيزول ليفل بيزيد برضو، فدي حاجة مش حلوة. الترايجلسرايد بتزيد، فدي حاجة مش حلوة. ازاي اعمل مانجمنت بقى الاوبيزيتي؟ طبعا اول حاجة لايف ستايل. لايف ستايل هو قصده هنا من فكرة اللي هو يعمل رياضة. يعني تاني حاجة الفود، طبعا يقلل الانتيك، يقلل السموكينج طبعا، ويظبط الوجبات تبقى ريجولار كده. رابع حاجة الدراجز، حاجة اسمها اورلي ستيت. الاورلي ستيت ده بيعمل ايه؟ بيمنع، بينهبت اللايبيز، فاللايبيز ده بيعمل بيزود الابزوربشن بتاع الترايجلسرايد، فهو بيعمل انهيبيشن لللايبيز ده. او ممكن اعمل بقى سيرجر اللي هي زي عملية التدبيس والحاجات دي. بس دي سريعا كده الاوبيزيتي كريسك فاكتور. في بقى كذا حاجة كده عن الاوبيزيتي مثلا والكوفيد 19، زي ما قلنا رابطين ما بين البيشنت اللي هم اوبيز، او البيشنت اللي جالهم يعني كوفيد 19، وفكره كان عندهم اوبيزيتي ولا لا. فلقوا ان مش فاكره كان فين، في الصين كده، نسبه 62% كانوا اوبيز. ف
بدأوا بقى يعملوا ريسيرش في الكلام ده، وفيها هتلاقوا بيبرز كتير قوي في الحوار ده، ممكن انزل لكم بيبر منها. يعني كان بيتكلم مثلا ان ايه العلاقة يعني، او ايه السبب ليه بقى. بيقول ان فكرة ان الشخص اوبيس بيبقى فيه ريزيستنس في الاير واي، الاير واي ما بيبقاش سالك زي ما بيقولوا يعني، فبيبقى فيه هاير ريزيستنس في الاير واي، بلس ان اللانج فوليوم، اللانج مش بتحصل لها اكسبانشن حلو وبراحتها في الشيست وكده، فبيبقى lower lung expansion، بلس ان respiratory muscles بتبقى weak كمان. فكل دي طبعا حاجات بتعرضه اكتر، زائد ان طبعا وفي ستريس على الهارت طبعا عشان هو sedentary life وفي فات وحالته نيلة يعني. طبعا غير ان طبعا الobesity دي بتبقى associated مع امراض تانية، فبيخليها ريسك فاكتور كمان يعني. لما يبقى معاه دايابيتس هيبقى ريسك اكتر، لما يبقى معاه هارت ديزيز وكيدني ديزيز، كل الحاجات دي هتزود الريسك ان هو يجيله النمونيا اللي هو التهاب الرئوي يعني، ويخلي الاميونيتي بتاعته اصلا مش كويسة. هنتكلم دلوقتي بقى عن السموكينج كريسك فاكتور للميديكال ديزيز. طبعا السموكينج ليه طبعا باد افكت طبعا على البادي، وليه يعني مشاكل كتير. في الاول بيتكلم هنا من الداتا برضو، الكلام ده بيتكلم على الباسيف سموكينج، وان هو مش شرط ان الانسان يكون هو اللي بيدخن عشان يبقى فيه تأثير يعني، عشان يبقى فيه يعني يتأثر بحوار السموكينج ده. لا، في اللي هو الباسيف سموكينج اللي هو لو انت قاعد جنب حد مثلا بيدخن بس مش انت اللي بتدخن، فطبعا دي طبعا تأثير سلبي. طبعا احنا كلنا عارفين حوار اللي هو التدخين السلبي وأضراره والكلام ده، وان مش فارق قوي فكرة البايب من هو السيجارتس من السيجار من اللي هي الانواع المختلفة للتدخين يعني، كلهم في الاخر ليهم باد افكت وليهم ادكشن، عشان بيعملوا اللي هو زي مود تشينجز والكلام من ده، فبيعتبروها كأديكشن يعني، فكلهم في الآخر بيأثروا. في عندك حاجة اسمها السموكر اندكس، الاندكس بتاع السموكينج ده مهم. ده بنحسبه ازاي؟ بنحسب النمبر بتاع السيجرتس في النمبر بتاع اليرز بتاع السموكينج. يعني مثلا لو واحد كان بيدخن علبة في اليوم، تقريبا العلبة دي اللي هي 20 صح؟ ان شاء الله يعني. بيدخن علبة في اليوم لمدة 10 سنين، يبقى هو كده الاندكس بتاعه كام؟ العلبة اللي هو 20 × 10 × 200. الاندكس ده ليه جريدز بس هي تقريبا مش عنده كله، هو مثلا مايلد ومودريت وسيفير اعتقد، كان بلاش اقول ارقام انا مش فاكراها دلوقتي، بس اللي كان هيفي سموكر كان تقريبا اكتر من 400. هتأكد من الاندكس واقولها لكم. بعد كده بقى بيتكلم عن السموكينج في ان جنرال يعني عامه بيأثر ازاي على الجسم، ان هو بيعمل اكتيفيشن للانفلاماتوري بروسيس، ف بيأفكت الاميون سيستم عامه او الاميون رياكشنز اللي في الجسم، بيأثر على الاندوثيليال ديسفانكشن، فبيخلي الانسان عرضه للاثيروسكلروزيس اللي هو تصلب الشرايين، والامبوليزم اللي هو الجلطات والحاجات دي. مشاكل السموكينج بقى، اول حاجه طبعا على الكورونري هارت ديزيز، دي اكبر مشكله، بيزود الانسيدنس بتاع الديزيزز دي من 2 × 4 على النورمال انديفيدوال. بيأثر على البريفرال فاسكولار ديزيز، بيأثر على السيريبرال فاسكولار ديزيز زي الستروك والحاجات دي، بيخلي الانسان عرضه ليها من 2 × 4 برضو اكتر من النورمال بيرسون. طبعا بيعمل سيفير بالمونري بروبلمز، زي مثلا بيزود الانسيدنس بتاع اللانج كانسر 25 مرة عن النورمال، بيزود السي او بي دي والازمه من 12 لـ13 مرة. طبعا الارقام دي تخوف يعني، لو واحد سموكر وواحد نون سموكر. طبعا نربط ما بين كوفيد 19 والسموكينج، في مفيش حاجه فور شور لغايه دلوقتي في الدراسات دي، لكن بنسبة كبيرة لا، في مشاكل يعني، مشاكل في اللي هو اصلا الاي سي يو بيشنت والاوتكم اللي بيحصل ونسبة الديس والكلام ده كله بيزيد مع فكرة ان الانسان يكون بيسموك اصلا.
السموكينج زي ما احنا عارفين بيعمل ديستراكشن للسيليا في النوز وفي الالونج بقى اللي هو الريسبيراتوري تراكت، فبيخلي الانسان اصلا عرضه ان هو يكاتش اي انفكشن، فمن ضمنهم كوفيد 19 في ظل اللي احنا فيه يعني. بلس ان السموكينج بيخلي مثلا اللي بيشرب ده بينقل الفيروس او كده من ايديه لبقه، يعني دي برضو يعني في ناس بتقول ان هي يعني عامل ماشي. طبعا بيزود الانسيدنس بتاع الكانسر عامه، مش كانسر الريسبيراتوري تراكت بس، لا كانسر البلادر، كانسر السيرفكس، كانسر اسوفيجاس، كيدني، لارنكس بسبب مشاكل النيكوتين دي عامه، الليفر، اوروفارنكس، بنكرياس، استومك، تراكيه، برونكاس، كله بقى بيأفكتد بالجام والتيس، بيزود التيس لوس ان الانسيدنس بتاعها. والسموكينج في ناس يعني اللي هو بيقولوا ان هو بيبقى فيه هاي انسيدنس للدايابيتس 2 معاه، ده تايب 2 دايابيتس، بيأفكت الفيرتيليتي بتاع عشان هو بيقلل عدد السبيرمز، وبيعمل بيبتيك ألسر وجاسترو انتستينال كارسينوما، الكارسينوما في جي اي تي. والسموكينج بقى بيأثر على الفيميل طبعا، بيزود الانسيدنس بتاع الفيتال جروس ريتارديشن، يعني بيقلل الجروس بتاع الفيتس، يعني هو هنا عكس يعني ايه، بيزود الريتارديشن يعني معناها بيخلي البيبي ما ينموش كويس يعني. وليه طبعا immunological diseases، ما احنا قلنا ان هو بيأثر على الاميونيتي وبتاع والانفلاماتوري ريسبونس، فبيخلي الجسم عرضة اكتر للimmunological diseases زي الروماتويد مثلا، ده مثلا اوتو اميون ديزيز، مرض مناعي. السموكينج بقى نحاول نحارب الفكرة دي ازاي، او نحذر الناس من مخاطره والكمبليكيشنز، ونعمل هيلث education وكلام من ده، نعمل زي اللي هو البانر يعني والحاجات دي اللي هو الاعلانات عن الحاجات دي، ونخليها في البابليك بليسز في الاماكن العامه، ونعمل استراتيجيز يعني نمشيهم على خطط فعلا ازاي يعملوا. في طبعا دلوقتي في سبورتيف جروبس، وفي بس نقول سوشيال جروبس دلوقتي يعني على النت والكلام ده، وفي ويب سايتس كتير جدا بتدعم الناس اللي هي بتحاول يعني تكويت سموكينج. نستخدم لهم انتي سموكينج ديفايسز، بيهيفير سبورت، ريبليسمنت ثيرابي للنيكوتين ده، كويت سموكينج. فكرة لو حد بقى، طب لو حد وقف سموكينج ايه اللي هيحصل؟ هيرجع زي الاول؟ هيرجع بس بعد فترات طويلة، يعني بيقولوا الكويت سموكينج 1 year مثلا بيأثر على فكرة الهارت اتاكس، واحنا كنا قايلين اهم حاجة في السموكينج ان هو بيزود سيريبرو فاسكولار ديزيز بنسبة كبيرة جدا، فمجرد ان الشخص يوقف من اول سنة السيريبرو فاسكولار ديزيز هتقل، ان هو يبقى عرضة ليها يعني، الريسك ده هيقل من سنتين لخمسة، هيبدأ يقل بقى الستروك ومشاكل السي ان اس، بعد 5 سنين هيبقى في sufficient كفاية ان هي تقلل الانسيدنس بتاعت الكانسرز اللي كانت اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. طب بعد 10 years، 10 years تقريبا نقدر نقول اللي هو 10 years ان انا من الكويتنج يعني او من الستوبنج للسموكينج ده، نقدر نقول اللي هو رجع زي البني ادم العادي خالص،